السلام عليكم، معاكم محمد أسامة. هنكمل إن شاء الله مع بعض الرحلة اللي احنا بدأناها من السنة اللي فاتت. اشتغلنا منهج اللغة الإنجليزية بس السنة دي أولى ثانوي. في الأول لازم نقول I miss you، فعلا وحشتوني. طبعا احنا اشتغلنا مع بعض الحمد لله بفضل الله، واتمنى طبعا ان انتوا تكونوا جبتوا أعلى الدرجات. اشتغلنا منهج الاعداديه مع بعض وهنكمل ان شاء الله السنه دي منهج اولى ثانوي اللغه الانجليزيه. اطمنك اول حاجه قبل ما تتخض وقبل ما تقول لي يا مستر المنهج بتاعي صعب، المنهج بتاعك عباره عن 6 يونتس بس الموضوع منتهي، يبقى هي 6 وحدات هنخلصهم على طول ان شاء الله والدنيا تبقى تمام. طب ايه الجديد يا مستر محمد عندنا السنه دي؟ هقول لك يا سيدي، ركز معايا كده واسمع يا بطل. الجديد عندك السنه دي عندنا حاجه اسمها شويه سكيلز كده. يعني ايه سكيلز؟ سكيلز ديت معناها مهارات. طب هنشتغل المهارات؟ طبعا هنشتغل المهارات. واحد مين يا سيدي؟ ان احنا نحل المهارات ديت زي ما حلينا السنه اللي فاتت مع بعض كده على طول، ما تقلقش. حلو كده؟ طيب عندنا مهارات زي ايه؟ طب الانجليزي هيبقى صعب ولا الدنيا هتبقى سهله؟ طيب هو لازم احفظ كتير؟ بص يا سيدي، هنتفق مع بعض من اول حلقه النهارده مع بعض ان شاء الله، هنتفق على اتفاق مهم جدا. ايه هو الاتفاق؟ اي كلمه، ركز في كلمه اي كلمه، اي كلمه هتيجي لحضرتك لازم تحفظها لي. طب ليه يا مستر؟ هقول لك يا سيدي، الانجليزي السنه دي بيعتمد اكتر على الفهم، how to understand the sentence، ازاي تفهم الجمله كويس قوي. تمام، وطبعا انت عارف انك عشان تفهم الجمله لازم تحفظ الفوكابلري، لازم تحفظ الكلمات. ده انا طالبه منك. انت بقى هتطلب مني ايه؟ هتطلب مني يا سيدي باقي المنهج عين الاثنين. كل المطلوب منكم يا اولاد وكل المطلوب منكم يا بنات، يا شباب يا بنات، يبقى كل المطلوب منكم حاجه صغيره قوي. حضراتكم هتحفظوا لي الكلمات كويس قوي، ودروس الريدنج اللي عندنا في المنهج مش عايز اقول لكم مهمه ازاي. طب ليه؟ وايه اللي هنستفيد منه ما كناش بنركز عليها قوي السنه اللي فاتت؟ احنا خلاص بقينا ثانويه عامه، وعد مني طول ما انا بشتغل معاك اي رول او اي جرامر او اي حاجه اللي انا هشتغله معاك هينفعك السنه دي وينفعك ان شاء الله كمان سنتين قدام. متفقين؟ متفقين زي الفل. يبقى المطلوب من حضرتك انك تحفظ لي بس كل الكلمات اللي ممكن تقابلك، ودروس الريدنج تركز لي عليها ولازم تقراها واحده واحده. وعد مني تاني يا سيدي، هنقعد مع بعض في حلقات جايه على جهاز الكمبيوتر وهنشتغل مع بعض دروس الريدنج ونطلع منها اهم الحاجات اللي ممكن تقابلنا. طب تعالى ندردش مع بعض شويه في السكيلز اللي عندي او في المهارات اللي عندي. بكل بساطه كده اهوت، احنا معلش هدردش معاك النهارده شويه، طبعا هنشتغل ما تقلقش، لكن الدردشه ديت مهمه عشان نعرف الدنيا ماشيه ازاي. اول سؤال عندك من المهارات اللي ممكن تقابلك جديده سؤال الترانسليشن او ترانزليشن، نطقين الكلمه صح. ايه ترانزليشن؟ الترجمه. مش هتعرف تترجم، والله هتعرف تترجم، بس عايز منك حاجات بسيطه كده اهوت هنمشي عليها واحده واحده. وعد مني تالت، ادي الوعد التالت اهو في نفس الحلقه، مع كل حلقه ان شاء الله هنشتغلها مع بعض هناخد جملتين ثلاثه ترجمه ولو حتى جمله واحده، هنعرف منها الرولز وهنعرف منها القواعد بالظبط ازاي نقدر نترجم واحده واحده. حتى لو انت مش عارف معنى الكلمه هعلمك تعمل ايه، مش عايزك تبقى قلقان خالص. هطمنك بالنسبه لسؤال الترانزليشن على اول حاجه. قول لي يا مستر ايه اول حاجه تطمني بيها؟ مفيش حاجه اسمها سؤال الترجمه بتاعك غلط. ايه يعني مش هنقص؟ لا ركز بس معايا كده. اول حاجه لو هو مثلا السؤال مثلا بدرجتين بثلاثه اربعه مش هتاخد زيرو، انسى. طب ليه؟ ازاي؟ ما انا افرض انا مش عارف الكلمه، هقول لك ازاي. لو احنا مثلا النهارده بنتكلم على محمد صلاح ابو مكه، ربنا يحفظه يا رب. لو احنا بنتكلم على محمد صلاح والترجمه بتتكلم في موضوع يخص محمد صلاح، وحضرتك قمت مترجم كلام بيتكلم يعني حضرتك قمت مترجم على البولوشن التلوث، هينفع؟ لا طبعا. يبقى طالما انت خرجت بره السياق بتاع السنتنس في الحاله دي للاسف الترجمه بتاعتك هتبقى غلط. طب لو انا بتكلم في المضمون، لو في كلمه انا عملت حاجه اسمها ترانزليشن باي بارافريز، يعني الترجمه بالشرح وهنشوف بعد شويه ما تقلقش. لو عملت حاجه اسمها ترانزليشن باي اوميشن او ديليشن، يعني ايه برضه؟ يعني الترجمه بالحذف وهنشوف برضه بعد شويه ما تقلقش. برضه طالما انت بتتكلم في السياق بتاع الجمله بتاعت الترجمه يبقى انت صح. بس عايزك تحط مبدا في الترانزليشن بتاعك، قول لي يا مستر اوعى تترجم ترجمه حرفي. اكبر غلطه يا رجاله ان انت لو ترجمت ترجمه حرفيه ده بالنسبه لي هيبقى الترجمه بتاعتك هتبقى ضعيفه شويتين. طب هعمل ايه؟ حط المبدا بتاعك how to convey the message، ازاي توصل المعنى، ازاي توصل الرساله بالشكل ده الترجمه بتاعتك هتبقى صح 100%، حتى لو انت ما جبتش نفس الكلمه وهنشوف بعد شويه. يبقى اول حاجه في سؤال الترانزليشن قلنا مفيش حاجه اسمها ترجمه غلط،
ما تقلقش، هعلمك تحل وبكل الاساسيات الممكنه اللي ممكن تسهل عليك. ادي سؤال الترانزليشن. عندي سؤال ايه تاني؟ عندي سؤال بيقولوا كده سؤال المقال. ايوه فاكر السؤال السنه اللي فاتت اللي هو كان اللي اسمه الباراجراف ده اللي احنا كنا بنكتب فيه 110 كلمه؟ هنزود عليهم 40 50 كلمه بس كده. يبقى هو سؤال المقال، هو الباراجراف بتاع السنه اللي فاتت، بس هنطوله شويه بشكل معين شويه بكم ادوات ربط كده وعين الاثنين، هنشتغله في حلقه لوحده ما تقلقش. طيب عندي ايه تاني؟ عندي سؤال القطعه متعود عليه. لا تعالى انا عارف ان انتم متعودين عليه، لكن الكلمات مهمه جدا، لان طبعا سؤال الباسج او سؤال الكومبرهنشن اللي هو سؤال القطعه بتبقى انسين شويه، يعني بتبقى ايه كلمات يعني هتعتمد على الجيسنج على التخمين شويتين. عندك ايه سؤال تاني؟ عندي سؤال تاني اسمه fill in the gaps او complete. السؤال دوت هو اللي ممكن يرخم معاك شويه لو انت ما سمعتش كلامي في انك تقرا الدروس بتاعه الريدنج. يعني حل السؤال ده فين في الدروس بتاعه الريدنج؟ زي ايه؟ السؤال دوت هقول لك كده ايه كلمتين سريع عليه، وبرده هنعمل له حلقه لوحده ما تقلقوش. طيب السؤال ده بيقول لك fill in the gaps او complete، بيجيب لك قطعه كده ويعمل شويه سبيسز شويه فراغات كده اهوت، وبعدين يبدا يقول لك كمل لي الفراغات دي. السؤال ده بيعتمد على ايه يا رجاله؟ السؤال ده بنات بيعتمد على بيعتمد على البريبوزيشن، بيعتمد على حروف الجر، بيعتمد على التكوين بتاع الجمله، وده اللي هنعرفه النهارده في اول حلقه لينا في الفيرست ترم الاولى ثانوي ان شاء الله. طيب سيب السؤال ده دلوقتي لان هو في تفصيصه كده صغيره هعلمه لك تحله في حوالي 7 نقط، والترجمه هعلمها لك تحلها في 10 نقط هتضمن اي جمله ترجمه تجيلك حتى لو انت مش حافظ معنى الكلمه ما تقلقش. متفقين؟ قبل ما انسى، الناس اللي كانت بتسالني على القناه بتاعتي اللي هي بي ذا فيرست خليك الاول، انت ليه سبت الوفد؟ على فكره انا ما اقدرش اسيبكم، انا هنا علشانكم انتوا. طب ما تيجي ندردش مع بعض كده في سؤال الترانزليشن. بص يا سيدي، لو انا قلت لك احنا ايه بندردش كده مع بعض، لو انا قلت لك هنا محمد لايكس انجلش، معنى الجمله دي ايه يا رجاله؟ واحده واحده كده مع بعض. ما هي سهله قوي اهي، انت هتترجم لي بدي؟ هعلمك الاساسيات بدي. النهارده هندردش شويه مع بعض في ترانزليشن، وكمان هناخد الجرامر بتاعه، وقبل الجرامر هنتكلم كلمتين صغيرين. محمد لايكس انجلش، لو احنا عايزين نفصص الجمله اللي قدامنا ديت هنفصصها ازاي؟ تعال، يعني ايه نفصصها؟ نعرف البارتس اوف سبيتش بتاعت الجمله. الكلام عمال يكبر. ايوه، ما انت خلاص بقى ثانويه عامه، فخلاص انا مش هتعامل معاك على انك اولى ثانوي، هتعامل معاك على انك ثانويه عامه، لاني وعدتك كل اللي هنشتغله مع بعض هينفعك الثلاث سنين ان شاء الله. تعال نعرف البارتس اوف سبيتش. بارتس اوف سبيتش ديت اللي هي اجزاء الكلام. يعني ايه؟ تعال، لو انا هقول لك محمد ديت، محمد دي مين؟ سبجكت. حلو قوي. يعني ايه سبجكت؟ ايوه انا سامعك اهو وانت بتقول فاعل. طب ولايكس؟ لايكس دوت فيرب. حلو قوي. وانجلش دوت اوبجكت. يبقى الاساس بتاعي يا شباب، الاساس بتاعي هنا، بص الجمله بدات بايه؟ سبجكت، وبعد كده فيرب اكسلنت، وبعد كده عندك الاوبجكت. متفقين؟ متفقين يا مستر. طيب ناخد جمله كمان. يحب محمد اللغه الانجليزيه. تعالى نعرف البارتس اوف سبيتش. مستر ده عربي. ايوه من عارف، هنعرف برضه البارتس اوف سبيتش. يحب محمد اللغه الانجليزيه، طبعا انا مش هقرا بالنحو يعني، بس هي معروفه يعني. يحب ده يا شباب فيرب اكسلنت. طيب فيرب مرفوع بالضمه، ومحمد دوت اللي هو سبجكت، واللغه الانجليزيه ديت اللي هي الاوبجكت. تقدر تقول لي واحده واحده كده ايه الفرق ما بين الجملتين؟ خلي بالك لو انت فهمت معايا الجملتين دول كويس قوي، يبقى انت عرفت اول اساسيات معايا في الترانزليشن. طيب محمد لايكس انجلش بدا بايه؟ بسبجكت. يحب محمد اللغه الانجليزيه ديت بدا بايه؟ بفيرب. ايوه كده. يبقى اول اساس معايا، ركزوا يا شباب، يبقى اول اساس معايا الجمله الانجليزي هتبدا بالفاعل، يبقى بنبدا بالفاعل في انهي جمله؟ في الجمله الانجليزي. يبقى هنا نبدا بالفاعل في الجمله الانجليزيه. حلو قوي. طب والعربي بقى؟ اكس. انا هنا بدات بمين؟ بيحب. يبقى هنا نبدا بالفعل في الجمله اللي هي باللغه العربيه. طيب حلو قوي. يبقى اول اساس معايا، خلي بالك عشان دوت البدايه بتاعتي في الترجمه،
اول اساس معايا اول حاجه في الجمله الانجليزي ببدا بالسبجكت، ابدا بالفعل. اما الجمله العربي يبقى في الحاله ديت لازم ابدا بالفعل. ده اول اساس بتاعي. طب ايه تاني اساس يا مستر؟ بص يا رجاله، تاني اساس بتاعي حضرتك لازم، يبقى ديت هنعتبر ان ديت اول حاجه معانا، حلو كده. تاني حاجه حضرتك لازم اكتب كده ورايا، حدد الزمن. يعني ايه يا مستر حدد الزمن؟ بص لي على الجمله اللي فوق، انا هنا بقول لك محمد لايكس انجلش، محمد بيحب انجليزي، لايك دوت بريزنت اكستنت، يبقى دوت مضارع، حلو قوي. يبقى طب انا زمن الجمله عندي ايه؟ الازمنه الاساسيه بتاعتي حاجه من الثلاثه، خلي بالك الازمنه الاساسيه حاجه من الثلاثه، الجمله يا اما بريزنت، بريزنت اللي هو المضارع، يا اما باست ماضي، يا اما الجمله بتاعتي تبقى فيوتشر. طبعا البريزنت دوت هنطلع منه كذا حاجه، والباست هنطلع منه كذا حاجه، والفيوتشر كمان هنطلع منه كذا حاجه. تعالى بقى ناخد بالترتيب الدنيا ماشيه ازاي. ايه الزحمه دي؟ هقول لك على الزحمه دلوقتي، ما تقلقش خالص. خلي بالك احنا النهارده بنلعب في الاساسيات بتاعت الترجمه، بنلعب ما احنا هنلعب مع بعض ترانزليشن، وهنلعب مع بعض جرامر، والدنيا هتبقى ماشيه واحده واحده. ليه دول؟ هقول لك ليه دول بالتحديد دلوقتي. تعال نشوف اول حاجه اللي احنا لسه قايلينها حالا. احنا قلنا من شويه حالا، قلنا لازم احدد الزمن بتاعي. احدد الزمن بتاعي ازاي يا شباب؟ لو انا جيت قلت لحضرتك مثلا I went to the club yesterday. حلو قوي. معنى الجمله انا ذهبت للنادي امتى؟ امس. الجمله دي لازم تكون عارف التنس بتاعها عباره عن ايه بالظبط، او الزمن بتاعها عباره عن ايه بالظبط. لو جيت قلت لك، هقول لك طبعا دلوقتي I will go وكملت بس من غير yesterday، هنخليها مثلا tomorrow. يبقى انا هروح النادي امتى؟ بكره. قمت قايل لك مثلا I go to the club on Fridays، معنى الكلام انا بروح النادي ايام الجمعه. ايه الفرق يا مستر؟ واحده واحده. طب اول حاجه من ضمن الاساسيات بتاعتي، احنا قلنا من شويه ببدا بالفاعل الجمله الانجليزي، والعربي ببدا بالفيرب او ببدا بالفعل. تاني حاجه حضرتك لازم تحدد لي الزمن بالظبط. طب ليه لازم احدد الزمن؟ بص يا سيدي، اول حاجه اول ما تجي لك جمله ترجمه، اوعى اول ما تجي لك جمله ترجمه تقول بس انا مش هعرف اعمل اي حاجه. مستر على فكره حضرتك كاتب جمل سهله. طب ما انا عارف ان انا كاتب جمل سهله. الجمل السهله هي الجمل الصعبه في التركيب وفي الترجمه. يعني ايه؟ بص، مش احنا قلنا هنبدا بفعل؟ اي. بعد كده قلنا فيرب اهو، وينت تو ذا كلاب، كمل لي بقى الجمله ماليش دعوه بيها، انا يهمني اول اتنين بالتقريب. I will go tomorrow. طب انا ليه هنا بقول لك حدد الزمن؟ علشان تبقى عارف وتبقي عارفه بالظبط انا هشتغل في انهي زمن. ما ينفعش الجمله اللي قدامي تبقى ماضي واقوم انا اترجمها مستقبل، ما ينفعش تبقى مضارع واقوم انا مكملها ماضي، لا. يبقى انا تاني حاجه مهمه بالنسبه لي لازم احدد الزمن. متفقين؟ متفقين. طبعا went دوت التصريف الثاني، افتكر بقى معايا اللي هو الباست سمبل، وهنا I will go يبقى انا هروح، يبقى دوت بالنسبه لي future، وهنا I go to the club on Fridays دوت هناخده في يونت 2 ان شاء الله، يبقى انا بروح المدرسه او بروح الكلب on Fridays. احنا ما بنروحش المدرسه اصلا فمش هنروح الجمعه يعني. يبقى I go to the club on Fridays دوت بالنسبه لي present، يبقى عرفت البدايات. تعالى بقى ناخد ترجمه لقد. طب ليه حضرتك داخل عليا على طول كده بلقد مع واحده واحده؟ ما هو ده الواحده واحده. طب ليه؟ لقد ديت من اكتر التركات اللي ممكن تجي لك في الترجمه، فلما نبداها النهارده نبدا بالستارت بتاعها ونعرف الاساسي بتاع كلمه لقد بالنسبه لي، الموضوع بالنسبه لي واحده واحده. لو انت فتحت اي كتاب خارجي او كتاب مدرسه او لقيت اي حاجه انت شغال فيها، لازم في الغالب بنسبه كبيره جدا هتلاقي موضوع لقد ده. لقد ديت بتترجم بثلاث طرق، واحدة واحدة كده مع بعض، وهنمشي برضه في جمل بسيطة. بص أنا كاتب لك إيه؟ قد يلعب محمد صلاح المباراة، يعني أنا مش منقي لك النهاردة كلمة صعبة. طيب، قال لك أول حاجة لو جات لك لقد وجي بعديها فعل مضارع. فعل مضارع play يذهب، يلعب، ينام، يعوم، يغطس، أي حاجة. يبقى خلي بالك لقد أو قد طبعًا، دي أو دي، يبقى لقد أو قد. جي بعديها فعل مضارع. بص هتترجم إيه يا رجالة؟ في الحالة دي بص هنحط ايه؟ هنحط السبجكت، وبعدين هنحط كلمة مي، وبعدين حط لي الفعل في المصدر. احفظ بقى معايا، يبقى قد لو جه بعديها فعل مضارع، ها؟ سبجكت، قلنا مين السبجكت؟
حلو الفاعل. طب ليه؟ لان احنا لسه قايلين حالا ان انا لما يكون بترجم من عربي الانجليزي ابدا بالسبجكت. حلو، تعالى بقى نترجم واحده واحده. قد يلعب محمد صلاح المباراه، عايز حضرتك من الجمله ديت تطلع لي الفاعل. قد يلعب، خلاص، ها مين الفاعل بتاعك؟ ابو مكه محمد صلاح، يبقى نكتب هنا مو صلاح. حاول تسبقني في الترجمه واكتب لي في الكومنت حضرتك ترجمت ايه. يبقى انا بدات بالسبجكت اهو. طب وقد، عينك على اللي بعد قد. قد جه بعديها فعل مضارع، يبقى في الحاله ديت يترجم مي، يبقى مو صلاح مي. حط الفعل في المصدر، فين الفعل اللي قدامك؟ قد يلعب محمد صلاح المباراة، طبعا ما عنديش غير يلعب، يبقى مو صلاح مي بلاي المباراة اللي هي ده ماتش. بس كده؟ اه بس كده. مستر احنا عايزين جمل صعبة، واحدة واحدة اهي تحت، ما تقلقش. واحدة واحدة هنعلى بالليفل، احنا بناخد الأساسيات البدايات عشان أقول لك إن الترجمة ديت مفيش أسهل منها إن شاء الله. طيب، يبقى أول حاجة قد أو لقد وجي بعديها فعل مضارع. بص على الثانية، لقد أو قد، طبعا اللي هقوله على قد هو اللي هقوله على لقد، هيجي بعديها فعل ماضي. خلي بالك بقى عشان ايه في تركية هنا، زائد خلي بالك كلمة دالة على الماضي. يعني ايه كلمة دالة على الماضي؟ افتكر كده الكيوردز بتاعت زمان، هنقولها كده كده بعد شوية. افتكر بقى ايه الكلمات الدالة بتاعت الماضي؟ yesterday، اكتب ورايا yesterday و last و ago و in the past و once و in، واي سنة قديمة، وده هنقوله بالتفصيل بعد شوية. حلو، يبقى خلي بالك جه بعديها فعل ماضي ومعايا كلمة دالة على الماضي. بص هتترجم ايه؟ في الحالة دي يا شباب الجملة بتاعتي لازم تترجم ماضي تام، يعني سوري ماضي بسيط. ماضي بسيط يعني past simple. حلو قوي؟ حلو. طب تعال نشوف الجملة، لقد ذهب محمد إلى السينما أمس. طيب هنترجم من انجليزي العربي، هبدأ بالفاعل، فين الفاعل؟ محمد، يبقى محمد. طيب سيركل لي بقى او سيركل معايا كده لقد، وبص على اللي وراها، لقد جه بعديها فعل ماضي. خلاص يبقى انا عرفت لقد جه بعديها فعل ماضي، هترجم. لا، كمل لي الجمله للاخر. انا هنا قلت لك امس، مش امس دي كلمه داله على الماضي؟ اه يا مستر. يبقى في الحاله دي احنا لازم نترجم past simple. past simple ده يا شباب اللي هو التصريف الثاني. اكسلنت. طيب ذهب، التصريف الثاني بتاع ذهب went، يبقى محمد ها went، ذهب، ذهب لفين؟ الى السينما، يبقى to the cinema، سينما yesterday، يبقى محمد ها ذهب للسينما امبارح. فيها مشكله؟ لا. يبقى عين حضرتك على حاجتين، دور لي على السبجكت الاول، اول حاجه لازم تدور على الفاعل ولازم تبدا بيه، تاني حاجه عندك لقد، شوف بقى في كلمة دالة ولا مفيش. طب لو مفيش انزل معايا الجملة اللي بعدها. بص يا بنات، لقد جه بعديها فعل ماضي، بس ركز هنا انا كاتب لك ايه اهي، بدون كلمة دالة على الماضي. يبقى قد ممكن يجي بعديها ماضي بس معايا كلمة دالة، وقد ممكن يجي بعديها فعل ماضي بس بدون كلمة دالة. بص في الحالة ديت هنترجمها ازاي، لازم الجملة في الحالة ديت تترجم present perfect. نعم نعم، مين البريزن بيرفكت ده؟ البريزن بيرفكت دوت اللي هو المضارع التام اللي هو بيتكون من سبجكت هاف او هاز، والفعل يكون برضو تصريف ثالث اللي هو الباست بارتيسيبل. مستر انا تهت، اقول لك تاني على السريع واحده واحده عشان تترجم. هبدا بالاكسلنت، انا شايفك اهو، هبدا بالفعل. حلو قوي. طيب بعد ما ببدا بالفعل لازم احدد الزمن. النهارده بناخد اول قاعده بسيطه معانا في الترجمه، ازاي تترجم قد او لقد. متفقين؟ طيب اول حاجه قلنا قد ولقد ممكن يجي بعديها فعل مضارع، في الحاله ديت هنترجم القاعده بالقاعده دي. ماشي ماشي. طب هنا تاني حاجه اهي، اهو تاني حاجه، ممكن قد او لقد يجي بعديها فعل ماضي، بس خلي بالك عندك كلمه داله على الماضي. مهم قوي موضوع كلمه داله على الماضي. يبقى في الحاله دي هستخدم الباست سمبل سكند فورم اوف ا فيرب اللي هو التصريف الثاني للفعل. تمام. طب الثالثه اهي، ثالث حاجه في قد ولقد، قد او لقد هيجي بعديها فعل ماضي بس من غير كلمه داله على الماضي، لازم نترجم سبجكت هاف هاز بي بي
اللي هو التصريف الثالث. تعال نشوف الاكزامبل. لقد لعب محمد صلاح المباراة. حلو مستر. نعم انت عندك هنا مين؟ لقد. ماشي. وجه بعديها فعل ماضي. كمل الجملة. عندك كلمة دل على الماضي؟ عندك يسترداي ولاست واجو؟ عندك؟ عندك يا بنات؟ لا ما عنديش. خلاص ادام ما عنديش همشي على القاعدة دي. سبجكت وبعدين هاف او هاز وبعد كده الفيرب باست بارتيسيبل تصريف ثالث. فين الفاعل؟ هو انا بدور ليه على الفاعل؟ ما احنا قلنا ان انا اصلا لازم ابدا الجمله بالسبجكت. لقد لعب محمد صلاح المباراه. ابو مكه برضو يبقى مو صلاح. طيب لعب بليد. لا اتقل يا بطل. عندك كلمه دل على الماضي؟ ما عنديش. امشي على القاعده. مو صلاح ابو مكه ده هياخد هاف ولا هاز؟ افتكر بقى كلام زمان. هاز. ايه ده هو احنا ما هندخل الجرامر في ايوه عادي جدا. يبقى مو صلاح هاز ها بلايد ذا ماتش يسترداي. لا اوعى تحط يسترداي. طب ليه؟ ما زودها وحط تاتش. مش هننفع في الترجمه نحط التاتشات خالص يا شباب. طيب يبقى لقد لعب محمد صلاح المباراه. يبقى مو صلاح اهي القاعده اهي ادي السبجكت بتاعي. وبعد السبجكت طبعا لقيته بياخد هاز وبعد كده الفيرب تصريف ثالث وكمل جملتك مالكش دعوه بيها. دي اول اساسيات وهنطبق على الجمله دي. نطلع بقى بالليفل شويه. لقد طورت الحكومه الصناعه بشكل كبير. اوبا مش عارف احل. اتقل بس. هنمشي على القاعده بتاعتنا الثابته. لقد طورت الحكومه. عندك لقد جه بعديها فعل ماضي. خلاص كمل لي الجمله. لقيت عندك كلمه دل على الماضي؟ ما عنديش. يبقى في الحاله دي هنمشي على قاعده البريزنت بيرفكت. يعني ايه الحكومه؟ لازم تحفظها. The government. يبقى هنا the government مالها؟ government. have ولا has؟ الحكومه يا مستر ديت have. لا يا بطل انت عندك the government has. يعني ايه بقى يطور؟ افتكرها خدناها السنه اللي فاتت يونت 4 او 5 developed. excellent. يبقى has developed. الصناعه برضو كلمه مهمه لازم تحفظها. the industry. industry معناها اللي هي الصناعه. نقف بس ستنا صغيره قوي على بشكل كبير. يعني ايه بشكل كبير؟ تعال نترجم. في حاجه يا شباب في الترجمه اسمها translation by paraphrase. نعم translation by paraphrase معناها الترجمه بالشرح. يعني ايه الترجمه بالشرح؟ بشكل كبير. يعني اشرحها لي كده. يعني بعظمه او ممكن عادي بعظمه. يبقى بشكل كبير ممكن اقول عليها عظيم او ممكن ما عنديش مشكله. مش لازم تجيبها زي ما هي لان الفكره في الترجمه how to convey the message. ازاي توصل الرساله. يبقى ممكن نقولها اللي هي بعظمه اللي انت قلتها greatly او in a great way بطريقه عظيمه. وتعالى نشوف الجرامر بتاعنا. وكده احنا عرفنا بقى ازاي الاساسيات بتاعه الترانزليشن. تعالى بقى نشوف الجرامر بتاع يونت 1. الجرامر بتاع يونت 1 قبل ما ندردش في الجرامر او قبل ما نخش على الجرامر لازم تعرف شويه حاجات اساسيه. اول حاجه بص انا كاتب لك ايه. بص رميها لك فين. رمي لك الكيوردز. اول حاجه لازم تنساها من القاموس بتاعك كلمه حاجه اسمها كلمات داله. طب ليه ده انا اول ما بشوفها بحل على طول؟ لا بص يا بطل. بصيت اهو. بص يا سيدي انت عندك بقى الكيورد السنه دي مختلفه شويتين. يعني ايه يا مستر؟ ما هي اولويز هتبقى اولويز. يسترداي هتبقى يسترداي. اللخبطه دي. بص قال لي السنه دي انت بتعتمد اصلا اول حاجه بتعتمد عليها. انا بلعب على اليوسج. اول حاجه لازم تعرفها في اي زمن اليوسج. اليوسج يا شباب معناه الاستخدام. طب ليه ده اول حاجه بلعب عليه؟ لان الكيوردز اصلا ممكن ما تجيلكش في الجمله. حلو يبقى اركن الكيوردز ديت على جنب. ركنت. ها ايه تاني؟ يبقى اول حاجه لازم تركز معايا فيها اليوسج بتاعك. تمام كده زي الفل. طيب هنشوف اكزامبلز بعد شويه في الكيوردز ديت. مش هلخبطك بس هطمنك ان ده اهم من ده. طيب العنوان بتاعي باست سمبل او باست سمبل. النطقين صح. باست سمبل اللي هو الماضي البسيط. هنحاول نقلل العربي لان كده كده العربي بيتقال. هنحاول نقلله على البورد. يعني بستخدمه ليه الماضي البسيط؟ طيب ما تقول لي يا مستر. لا انا عايزك بقى تتعلم معايا حاجه. هتعلم. قول لي عايز تعلمني ايه؟ عايزك تشوف الاكزامبل ومن خلال الاكزامبل او المثال حضرتك اللي تطلع الاستخدام بنفسك. طب ليه كده؟ ليه كده؟ ما احنا كنا ماشيين وهتقول الاستخدام على طول. هقول لك يا سيدي
ثانوية عامة لازم يشتغل، لازم مخك يشتغل، هو كده كده شغال، بس عايزين نعلي الليفل بتاعه شوية، وكمان لازم عينك تكون بتلقط بسرعة. تعال نبص، لو جيت قلت لك مثلا اهو I went to the club، انا بعود نفس او بعودك على الاقل I went to the club، بعودك ان الاكزامبلز تكون سهلة عشان نقيس عليها القاعدة. الفكرة يا شباب ان احنا مش نكتب جمل صعبة ونقول ان المستر دوت واو ما حصلش، الفكرة مش كده خالص. الفكرة ازاي المعلومة توصل باسهل طريقة، واتمنى ان تكون الطريقة بتاعتنا سهلة. I went to the club yesterday او I went to the club، ادي حاجة، يبقى ده اول استخدام معايا. طيب تاني حاجة مثلا I met، مثلا قلت لك اهو I met my friend، قابلت مين؟ صديقي مثلا. We went to كذا ومش عارف عملنا ايه، تمام، ادي تاني حاجة. تالت حاجة اهو I used to play in the street، نعم، يعني ايه I used to play in the street؟ انا ها used to معناها اعتاد ان العب في الشارع. لو انت حفظت 3 examples دول هتقدر تعرف الاستخدام بتاع ال usage او الاستخدام بتاع ال past simple. عايزك اقولك على سر صغير قوي، انا كمحمد ما بعرفش ال usage الا من ال examples، يعني انا لو حفظت المثال صح هتعرف استخدام اي جملة صح، الموضوع بسيط. يبقى انا رحت للكلب، ادي استخدام، والتانية I met my friend we went مش عارف ايه we were surprised واي كلام كده. I used to play in the street، ايه الاستخدامات في كده؟ لما اجي اقول لك I went to the club، الحدث ده خلص وانتهى وانتهى بسرعة، صح كده؟ ايوه، يبقى ده اول استخدام معايا بقول actions. actions ديت يا شباب معناها احداث. خلي بالك started، يعني ايه started؟ started دي معناها ها بدأت. بص بقى and دي اللي تهمني بقى، ها ايه دي؟ and ended معنى الكلام احداث بدأت وانتهت، حلو كده؟ حلو. طيب I met my friend we went to the butcher، رحنا للجزار we bought meat واشترينا لحمة. هو انا كده بعمل ايه؟ مش انا كده بحكي لك قصة حصلت او موقف حصل؟ اه يا مستر، يبقى ده تاني استخدام ممكن نقول عليه telling a story. يعني ايه telling a story؟ انك تحكي قصة. طب الأخيرة سهلة I used to play in the street، أنا اتعودت إن أنا ألعب في الشارع، يبقى دي عادة، طالما دي عادة يبقى بنقول عليها past habit، حلو قوي. يعني إيه past habit؟ عادة في الماضي، بس كده، ده الـ past simple. طب أنا ليه مصمم إن أنا أقول لك على الاستخدام؟ عشان أهو أنا هنا عندي كلمة دالة، ما عنديش كلمة دالة، بس من خلال الإكزامبل قدرت أعرف الاستخدام بتاعه. يبقى تاني على السريع، يبقى actions started، وخلي بالك لازم تكون ended، أحداث بدأت وانتهت. تاني حاجة telling a story، يعني إيه telling a story؟ إنك تحكي قصة. تالت حاجة past habit، يعني إيه past habit؟ عادة ها في الماضي. وخلي بالك قاعدة use to ديت هناخدها في unit 2، ما تقلقش مش هقولها لك النهاردة عشان هي متكررة عندي تاني في unit 2. يبقى ده الاستخدامات، خلاص تمام. طيب بعد كده عايز اطلع الفورم، الفورم اللي هو التكوين. طبعا دي سهلة من خلال الاكزامبلز برضو، I went I met I played I bought I cut، ده ايه؟ ايوه صح كده، يبقى دوت بنسميه السكند فورم. يعني ايه السكند فورم؟ التصريف الكام بقى يا شباب؟ التصريف التاني للفعل. مش انت حافظ ان جو وانت جن؟ ايوه امسك لي فوانت دي بقى، يبقى انت عندك هنا went اللي هو السكند فورم التصريف الثاني. طيب مستر انا ليه قلت went؟ كويس، سؤال مهم جدا. طبعا انت عارف على السريع كده ان في حاجه اسمها regular verbs. يعني ايه regular verbs؟ افعال منتظمه اللي انا بحط لها دي او اي دي او اي اي دي، وعندي العكس بتاعها اللي هي اسمها irregular verbs اللي هي الافعال الغير منتظمه، زي go هيبقى الماضي بتاعها excellent اللي هو الماضي بتاعها went see saw eat ate ate ها take talk وهكذا، دول اسمهم second form. طيب تمام، ما تديني جملة تاني، عينيا الاتنين اهو I bought انا اشتريت a new car عربية جديدة last week الاسبوع الماضي، حلو زي الفل، حلو يا شباب، حلو جدا. يبقى انا اشتريت عربية جديدة الاسبوع الماضي، تمام. question ده ماضي،
ايوه انا عايزك بقى تفتكر معايا كده، الماضي بسأل بإيه؟ بسأل بإيه؟ بسأل بـ did excellent، وبعديها subject، وخلي بالك الأهم عندي إن الفيرب ده لازم يكون في المصدر، يبقى الفيرب لازم يكون في المصدر. طب النفي خلاص نفي، يعني هنا جيت قلت لك مثلا did you، هل أنت buy a car، هل أنت اشتريت عربية؟ جاوب بقى براحتك يس او نو. طبعا انت ما عندكش السؤال الانسر، بس يهمني ان انت تبقى عارف ان ديت دي في الماضي، ويهمني كمان ان انت تبقى عارف ان ديت دي فولود باي انفينيتيف، يعني الفعل بيجي وراها في المصدر، يبقى الانفينيتيف دوت يا شباب اللي هو المصدر. طب في النيجاتيف انفي بقى، نفي ديد هتبقى ها سبجكت وبعديها ديدنت وبعديها فعل في المصدر. مستر اؤمر، هو حضرتك السنه اللي فاتت ما كنتش بتقول لي سبجكت ليه؟ هقول لك، مش انا من شويه كنت لسه بعودك على الترجمه ان انت لازم تبدا بالسبجكت؟ اه، يبقى معنى كده كل ما هشتغل معاك لازم ابدا لك الجمله بسبجكت عشان نفضل نكرر، طول ما احنا بنكرر سوا كل حاجه هتبقى تمام. عايز اقول لك قبل ما انسى، هتلاقي على القناه عندي بي ذا فيرست، خليك الاول، هتلاقي شرح الكلام ده كله بالاكسرسايزز، او لو انت عندك اي سؤال من اي حته من اي مجره اكتب لي في الكومنت تحت الفيديو، هرد عليك بالاكونت بتاع القناه اللي هو خليك الاول بي ذا فيرست، هرد عليك على طول. تعال نشوف الكيوردز. كيوردز مستر حضرتك قلت ماليش دعوه بالكلمات الداله، لازم اقولها لك برضو على السريع. بص يا سيدي، كيوردز احنا قلنا ماضي صح؟ يسترداي، حلو قوي. ولاست، لاست او لاست الاثنين صح، حلو قوي، يبقى يسترداي ولاست. وكمان عندك كلمه اجو، يعني مثلا اجي اقول لك I went to the cinema 2 days ago، انا رحت للسينما 2 days ago، منذ يومين، تمام، yesterday و last ago وان، وهات لي معاها اي سنه قديمه. حلو كده؟ حلو. طب بص الجمله دي عشان اثبت لك، بس انا هحط لك الجمله وفكر فيها ثواني عشان اثبت لك ان انت ما ينفعش انك تعتمد على الكيوردز خالص. بص يا سيدي، جيت قلت لك ان هو I always او هي، خليها بهي، هي always not to school. يلا يا سيدي، when he was young، حلو قوي، when he was young، هحط لك اختيارين بس وانت فكر في الاختيارين كويس. الجمله هي قدامك، he always to school when he was young. بص، walked ولا walks، المفروض طبعا بيجي لك اربع اختيارات، انا هكتب لك اختيارين بس. he always، خلاص سهله، he always walks طبعا، طبعا صح، برافو. غلط. الله، طب ليه يا مستر؟ الإجابة الصح هنا walked. طب ليه بقى؟ بص، أنت طبعا أول ما شفت دي هي المفروض، يعني سامحوني، أنت هنا شفت مين؟ شفت هي، ولقيت هنا مين؟ لقيت always. في الحالة دي قمت جاري على طول، أنت حافظ مع هي وشي وإت، بحط في الفعل إس. لأ، الكلام ده كان زمان في إعدادي، انسى خلاص، إحنا طلعنا مرحلة زيادة. عينك على اليوسج مستر، انا عندي كلمه داله، حتى لو عندك كلمه داله تعالى واحده واحده. He always not to school when he was young، كمل لي الجمله كده للاخر. حضرتك نسيت تبص لي هنا، ايه دي؟ when he was young معناها كان صغير، يبقى ديت excellent past habit، عاده في الماضي. طالما ديت عاده في الماضي يبقى انا في الحاله ديت لازم اخد walked. مستر ما قاليش used to، حتى لو ما قالكش يوز تو كمل الجمله للاخر، تعالى سهلها لك. وين يوز يانج لما كان صغير، الجمله دي ماضي ولا مضارع؟ ماضي، حلو جدا. يبقى طالما الجمله ماضي يبقى كلها لازم يكمل ماضي، وتعالوا بقى نشوف الباست كونتينيوس. هنبدا بقى مع بعض الباست كونتينيوس، بس قبل ما اديك الباست كونتينيوس هقول لك على تركايه صغيره برضو بتيجي في الباست سمبل قبل ما انساها تاني عشان نسيتها من شويه. بص يا سيدي، لو جيت قلت لك ان هو would rather، would rather دي يا شباب معناها يفضل، would rather معناها يفضل. سامحوني والله المعلومات كتيره شويه، بس انا مش بسيب لك اي حاجه عندك في المنهج، فمعلش وقف الفيديو وذاكر وارجع لي تاني، معلش. يبقى خلي بالك ان هو would rather معناها يفضل. قال لك would rather دي بيجي وراها الفعل في المصدر، ماشي، ايه المشكلة؟ أنا خدتها السنة اللي فاتت، أيوة، لكن ما خدتش السنة اللي فاتت إن would rather دي ممكن يجي بعديها، خلي بالك بقى، يجي بعديها شخص وبعد كده يجي بعديها السكند فورم، ممكن تديني مثال عين الاتنين؟ نحفظ القاعدة بس الأول مع بعض. يبقى خلي بالك would rather لو ما جاش بعديها شخص هيجي بعديها انفينيتيف، لكن لو جه بعديها شخص هيجي بعديها سكند فورم. بص يا سيدي الجملة بتقول إيه؟
I'd rather اهو I'd rather افضل you اختار بقى انت go ولا went. طبعا المفروض عندك اربع اختيارات بس انا عشان عايز اطبق لك القاعدة دي. بص على الجملة I'd rather you كنت اتمنى او افضل you. جاب لي هنا مين؟ حلو قوي جاب لي هنا شخص. يبقى في الحالة دي هيجي بعديها الفعل في التصريف التاني. القاعدة دي مهمة وتركاية مهمة قوي. خلاص كده بتاع السيمبل كله تمام. اركنه بقى على جنب وركز معايا. الباست كونتينيوس مستر هي الازمنه كتيره كده ليه؟ هريحك في يونت 2 ان شاء الله. يعني مش كل اليونتس كتيره كده بس ده كلام قديم احنا بنحط التريكات الخفيفه. الباست كونتينيوس دوت اللي هو الماضي المستمر. طيب نعم ماضي مستمر يعني اعمل ايه؟ بص انا عايز ايه؟ عايز الاستخدام. طيب قول لي يا مستر الاستخدام. لا هقول لك الجمله او المثال. هاجي اقول لك هنا I played هم دول اللي هيسهلوا عليك كتير. I played yesterday. ماشي حاضر هسمع اهو الكلام. I was playing ايه ده؟ at 3 yesterday. طب ايه ده بقى؟ ما احنا قلنا يا شباب قلنا ما تشغلش بالك بالكلمه الداله خالص. واحده واحده تعال نشوف الاكزامبل. I played yesterday انا لعبت امتى؟ امبارح. الكلمه الداله اهي. ماشي. I was playing at 3 yesterday الكلمه الداله برضه اهي. ايه؟ واحده واحده. ايه الفرق ما بين الاولى والثانيه؟ واضح جدا ان انا هنا استخدمت تصريف ثاني اللي هو السكند فورم اللي هو الباست سمبل. واضح جدا هنا ان انا استخدمت was واي ان جي صح؟ رغم ان الكلمه الداله واحده صح؟ طب ليه؟ ايوه سامعك يا اللي بتقول عشان انا هنا عندي وقت. بيرفكت. مش عشان طب الوقت ده بنسميه ايه؟ بنسميه كده يا شباب certain time. يعني ايه يا مستر certain time؟ certain time معناها وقت محدد او وقت معروف. يبقى الفرق ما بين الباست سمبل والباست كونتينيوس، الباست كونتينيوس حدث في الماضي بس وير ان بروجريس. نعم وير ان بروجريس يعني كان شغال طول معايا شويه. لكن هنا I played yesterday يعني لعبت امبارح. اللي تحت I was playing yesterday كنت بلعب امبارح. طب افرق ازاي؟ هتفرق لي لو انت عندك certain time. certain time ديت معناها وقت محدد. قربت اخلص والله ما تقلقش. يبقى certain time معناها وقت محدد معناها وقت محدد. طب هعرف منين ان انا عندي وقت؟ هقول لك جمله كمان. I مثلا eating ولا was eating. ركز بقى معايا وحدد لي انت دلوقتي was eating ولا ate. ماشي. my breakfast الفطار بتاعي خلي بالك بقى من دي yesterday امبارح. بص انا ما كملتش ما وقفتش. بص yesterday morning. واحده واحده. حاضر واحده واحده. I eating طبعا eating ديت اتكتبت زياده مالناش دعوه بيها خالص شيلها خالص من حياتك دلوقتي. يبقى انا was eating ولا ate my breakfast. لو انت وقفت هنا تبقى غلطان. كمل الجمله للاخر عشان احنا بنلعب على اليوسج. يبقى هنا جاب لي ايه؟ جاب لي certain time. يعني ايه certain time؟ وقت محدد. هو yesterday morning دوت وقت محدد؟ اه طبعا امبارح الصبح ده وقت ولا ما وقتش؟ ايوه دوت وقت. يبقى في الحاله دي لازم اقولها was eating عشان excellent عندي yesterday morning. طب ايه تاني بقى يجي مع yesterday؟ يجي تاني يا سيدي مع yesterday اي period of the day. يعني ايه؟ اي فترة من فترات اليوم. يعني ممكن اقول لك yesterday morning yesterday afternoon ممكن اقول لك yesterday evening. وخلي بالك عشان دول اصلا اللي بيجوا مش بيجي وقت كتير لكن يجيب لك certain time ده. حلو حلو يا مستر. ايه تاني؟ لو عندك اي سؤال اكتب لي في الكومنت هرد عليك ما تقلقش والله. يبقى ده كده الاستخدام بتاعي. حدث كان شغال في وقت محدد. طب التكوين خلاص واضح اهوت. انا هنا قلت was playing وهنا قلت was eating. يبقى التكوين بتاعي subject. انا مصمم ان انا ابدا لك الجمله بالسبجكت وبعد كده was او where. والفيرب بتاعي عشان كان مستمر يبقى في الحاله ديت انا بحط في الفيرب excellent ing. مفيش مشكله ان شاء الله لغايه دلوقتي. طيب يبقى الفرق خلاص عرفناه. طب عندي ايه تاني؟ عندي بس ايه كام رابط كده على السريع. هكتب لك الاكزامبلز وزي ما تعودنا مع بعض من خلال الاكزامبلز هنطلع اليوسج وديت اخر حاجه ان شاء الله.
طيب انا عندي هنا حاجه اقول لك كده، ركز معايا وايل، وخلي بالك ممكن اشيل وايل واحط مكانها از، هقول لك المعنى حالا، وممكن اشيل الاثنين دول واقوم حاطط مكانهم جاست از. خلاص كده I was eating، وانا باكل خلي بالك my father الحج كان ماله، كان was sleeping. هنقول دلوقتي كل حاجه ونفس القاعده بالظبط، نفس الوايل ونفس الاز ونفس الجاست از اهم. يبقى انا اللي هطبقه على وايل يا رجاله هطبقه على از، وهطبقه يا بنات كمان على جاست از. وايل اي ووز ستادينج، وانا بذاكر، يبقى وايل اي ووز ستادينج. يعني ايه وايل اي ووز ستادينج؟ وانا بذاكر ايه اللي حصل؟ ده تليفون، تليفون اللي هو التليفون رانج. واحده واحده ونفصص الفرق. قول لي انت الاول انت حاسس بايه من الاثنين؟ while I was eating وانا باكل، my father was sleeping بابا كان نايم. انا هنا عندي كام حدث؟ وانا باكل بابا كان نايم عندي حدثين. excellent. طيب ده كان شغال صح؟ لا قاعد باكل، والتاني بابا كان نايم ده برضو كان شغال. في هنا interruption، interruption ديت معناها انقطاع. هل هنا في الجملة دي عندي اي انقطاع؟ لا، انا باكل وبابا كان نايم. اكسلنت، برافو عليك. يبقى معنى كده اهو نكتبها بقى بالبلدي كده، لو مفيش، خلي بالك عشان دي بتيجي في التشوز كتير قوي، لو مفيش انقطاع في الحاله دي هحط ووز زائد اي ان جي، والجمله الثانيه ووز زائد اي ان جي. فكرني ده انهي زمن؟ الباست كونتينوس. اكسلنت، بيرفكت. يبقى معنى كده ان لو عندي وايل وعندي حدثين كانوا شغالين وما عنديش انقطاع، يبقى الجملتين لازم يكونوا ماضي مستمر، ماضي مستمر، past continuous، past continuous. تمام؟ زي الفل، انزل تحت معايا. وانا was stunning، وانا قاعد عامل نفسي بذاكر وحاطط الموبايل جوه وقاعد عامل نفسي بذاكر. The telephone rang، التليفون رن. طبعا هتقوم رامي الكتاب ومطلع الموبايل اللي من جوه التليفون، ايه اللي حصل؟ ها؟ حصل interruption. يعني ايه interruption؟ حصل انقطاع. excellent. طب تعالى نحدد الزمن، ادي وايل اهي. دي وراها ووز واي ان جي، ايه الووز والاي ان جي ديت؟ اللي هو الباست كونتينيوس. حلو قوي. والناحيه الثانيه ايه اللي حصل؟ بص اكسلنت، باست سمبل. يبقى معنى كده وايل ليها قاعدتين، ماضي مستمر، ماضي مستمر لو ما عندكش انقطاع. وهنا وانا بذاكر التليفون رن، هنا في انقطاع طبعا، ده انا سبت كل حاجه في ايديا يا راجل. يبقى في الحاله دي كده كده وايل لازم يجي بعديها ماضي مستمر حتى لو جت في نص الجمله. يعني يعني ممكن اقول لك ده تليفون رانج اعكس وايل اي ووز ستادينج، يبقى وايل في كل الاحوال هيجي بعديها ماضي مستمر. في حاجه ثانيه الوايل؟ اه في حاجه ثانيه الوايل، سامحني. بص يا سيدي، وايل اهي ممكن ما يجيش بعديها فاعل، وركز عشان دي بتيجي كتير قوي. في الحاله دي هحط وراها اي ان جي. اديني مثال، الله يكرمك، عين الاثنين. بص يا بطل، وايل ستادينج، وانا بذاكر ايه اللي حصل؟ كمل لي الجمله ماليش دعوه بيها. انا هنا عندي فاعل؟ لا انا هنا ما عنديش فاعل. طالما ما عنديش فاعل يبقى حضرتك لازم تحط في الجمله او الفيرب يكون اخره اي ان جي. عندي ايه كمان؟ عندي حاجتين صغيرين قوي. بص عندي بقى عكس وايل وين، العكس. يعني ايه العكس؟ تعالى احنا قلنا هنا جه بعديها ماضي مستمر، ماضي بسيط، شقلب الجمله يبقى ماضي بسيط، ماضي مستمر. اكسلنت. طب ما تحط لي وين؟ فاكر بقى السؤال بتاع الراي بتاع السنه اللي فاتت اللي احنا كنا بنلعب بيه مع بعض؟ ايوه ايوه فاكره. طب قول لي يلا، احنا قلنا هنا وايل اي ووز ستادينج ذا تليفون رانج، وين العكس ماضي بسيط، يبقى وين ذا تليفون رانج، يبقى لما التليفون، ها رانج لما التليفون رن، ايه اللي حصل؟ كنت عامل نفسي بذاكر، يبقى اي ووز ها ستادينج. حلو قوي. ايه تاني يا مستر عندك؟ هقول لك حاجتين صغيرين مهمين. عندي كلمه ديورينج، وديورينج ديت يا شباب لازم يجي بعديها ناون. خلي بالك ديورينج لازم يجي بعديها ناون بدون سبجكت. يعني مثلا لما اجي اقول لك ديورينج هيز سليب، اثناء نومه ايه اللي حصل؟ هي فيل. يبقى هو ايه اللي حصل؟ يبقى وهو نايم وقع وهو نايم. طب عندك ايه تاني؟ اخر حاجه عندي برضو حاجه بتساوي وايل من غير سبجكت اللي هي اون. في الحاله دي هيجي برضو بعديها اي ان جي، وده الفرق ما بين الباست سمبل
والباست كونتينيوس. لو عندك اي كويستشن اكتب لي تحت الفيديو هرد عليك. See you next time.